الجميع قد صام والجميع قد قام والجميع معاشر الأحباب قد تقرب لله في العام الماضي بأعمال. أكبر مصيبة في الحياة أن تأتي مواسم الجنة لنا وقد مات غيرنا ونحمد الله وبعد يومين بنقول الشهر مبارك. أي مبارك وأنت في العام الماضي ما رفع صيامك لأن بينك وبين ولد عمك مشكلة، وبينك وبين أخوك قضية، وبينك وبين الجار وقفة نفس، أي مبارك هذا؟ لكن للأسف أن بعض الناس لم ترفع أعماله إلى هذه الساعة، وما استفاد من رمضان في العام الماضي؟ لأن بطنه صام أما قلبه ما صام، وذلك المراد به الآثام التي في القلوب من القطيعة، الهجر، ترك السلام على الناس، وجود القلب وقد امتلأ غل. ورمضان يصوم فيه الصغار قبل الكبار، الصيام ليس صيام البطون، الصغار ترى أفضل. أحباب الاستقامة ليست أن تكون مصليا فقط، ولا أن تكون صائم فقط، ولا أن تكون تالي للقرآن فقط. الاستقامة الحقة أن لا يكون في قلبك على مسلم غل، لأن مجرد أن تصوم رمضان إيمانا واحتسابا ويحقق الصيام التقوى في قلبك، مجرد هذا هي مضاعفة لعمرك، عمرك يكون مئات الأعوام، لأن ليلة من ليالي خير من ألف شهر، ولك في كل ليلة فرصة أن تكون من المعتقين من النار. من الآن أحبابي، من غربت شمس اليوم فغربت ذنوبه، نسأل الله الكريم من فضله، غربت ذنوبه وأعتق من النار وأوجبت له الجنة. بعضنا أحبابي اليوم قام رمضان محتسبا، لأن لو فيه غل ما يرفع فوق رأسك ولا تتجاوز صلاتك ولا طاعاتك أذنيك. ولذلك سمى الحبيب الحالقة البغضاء، أي بغض في قلبك يتجاوز ثلاثة أيام ما ترفع صلاتك، قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. ولذلك أحيانا تجد أن بعض الصائمين في نهار رمضان ضائق صدره، مقطب جبينه، وتجد أنه قبل الغروب يسرع ويلعن ويشتم ويغضب. ولو علم الصائم هذا، أخوة الإسلام أعظم من حقك الذي بينك وبينه. قال الحبيب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هي ثلاثة أيام بعدها تغلق الأبواب. لا تقول لي أنا طويل مطوع ولا مبتر ولا شايب ولا صغير، هي الأعمال ما ترفع إلا للقلوب الطاهرة المخمومة، حتى تدخل في أول أبواب الجنة في رمضان بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هجر مسلما فوق سنة فهو كسفك دمه. رمضان من أجمل المدارس في تحقيق التقوى، ولذلك أنادي الآباء وأنادي الأمهات، أناديكم جميعا في أن نستثمر حياء أبنائنا من الله. الأبناء يخافون، حتى الإبن، بعض الأبناء ما يصلون، ولا لا يا أحبابي، ترى بعضنا الأبناء صايم حتى عن الصلاة، ينوم يصلي الفجر لكن الظهر والعصر خرج ولم يعد، غائب عن الوعي في غيابات الجب تحت البطانية، ومع ذلك لو تقومه من النوم بعد العصر وهو تعبان ووجهه ممطوط شفتيه، طيب ما ودك تشرب ماء؟ أعوذ بالله. طيب أنت ظميان، أنا ظميان لكن لن أطع. ولذلك رمضان يربينا أن الله يرى، ولا بد أن نستشعر أنه يرى، كما استشعرنا في ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، أيضا نستحيي منه في جوف الليل وخلف الأبواب ومغلقين ومزلجين الأبواب. الله عظيم يراك، وإذا كان يراك استحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فرمضان مدرسة المراقبة.